شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تحتوي على مقاطع ثلاثة. أما المقطع الأول فهو يتناول الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الأزواج في إطار الحياة البشرية. وبتقرير آخر، هذا المقطع يتناول النتيجة التي تترتب على خلق الأزواج. هنالك فرق يذكر في الحكمة الإلهية، ويذكر أيضا في كتب الأدب، في الفرق بين الغاية وبين النتيجة. ما هو الفرق بين الغاية وبين النتيجة؟ الفرق أن الغاية عبارة عن الباعث وعن المحرك الذي يدفع العامل إلى القيام بالعمل. هذا الباعث وهذا المحرك يقال له الغاية. أما النتيجة
فهي عبارة عن الأثر الذي يترتب على العمل، وإن كانت هذه النتيجة غير مقصودة للعامل. كمثال، ولا نتوقف عند هذا المثال طويلا، أنا عندما أتوضأ هنالك غاية للوضوء وهنالك نتيجة للوضوء. الغاية من الوضوء يعني الباعث، لماذا نتوضأ؟ امتثالا لأمر الله تعالى، تقربا إلى الله تعالى، هذا الشيء يقال له الغاية التي هي الباعث والمحرك. بينما النتيجة ربما لا تكون مقصودة، ولكنها تترتب قهرا على هذا الوضوء. ما هي النتيجة؟ النتيجة هي النظافة. نحن لا نتوضأ للنظافة، ولكن هذه النتيجة تحصل قهرا وبشكل طبيعي. في هذه الآية المباركة الله تعالى عندما يقول لتسكنوا إليها، هذه اللام لام لتسكنوا الداخل على هذا الفعل المضارع، يمكن أن تكون لام الغاية، يعني أن هذه هي العلة وهي الباعث من خلق الأزواج، ويمكن أن تكون لام النتيجة، يعني أن هذه النتيجة هي التي تتحقق من خلق الأزواج للبشر. هذه ملاحظة. الملاحظة الأخرى في مفهوم كلمة تسكنوا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ما هي الغاية أو ما هي النتيجة؟ الغاية أو النتيجة لتسكنوا إليها. ما هو معنى السكون؟ وتسكنوا ما هو معناه؟ وما هو الفرق بين الإنسان المتزوج والإنسان الذي لا زوج له؟ إحنا نضع القضية في إطارها الكلي أولاً، ثم نأتي إلى موضوع الزواج. الإنسان أو بتعبير أعم الكائن الواعي، عندما تكون له حاجة ضاغطة، عندما تكون له حاجة ملحة، هذه الحاجة عندما لا يتم إشباعها بطريقة مشروعة، هذا الكائن يعاني حالة القلق ويعاني حالة الاضطراب، نفسه مو مطمئن، نفسه غير مستقرة. مثلا الآن هذا المثال ربما اتفق لنا في بعض الحالات، عندما واحد يذهب إلى مدينة ما عنده واحد يعرفه في تلك المدينة،
يذهب إلى الفنادق، يجد أن الفنادق ممتلئة. يذهب إلى الشقق السكنية، يجدها ممتلئة. هذا الإنسان يشعر بحالة قلق، لأن الإنسان بحاجة إلى مأوى، بحاجة إلى سقف يظله، بحاجة إلى مكان. فإذا ما عنده مكان، هذا يعيش في حالة قلق، ويعيش في حالة اضطراب، يفكر إلى أين يأوي، في الحر، في البرد، في المطر، كيف يحفظ نفسه وأمتعته ومن معه. ولكن عندما يجد مكانا ويدخل في ذلك المكان، يشعر بالاطمئنان، يشعر بالراحة، يشعر بالاستقرار، لأنه وجد المأوى. هذه الحالة يقال لها حالة السكن، يعني أن هذه النفس اللي كانت تعاني الاضطراب وكانت تعاني القلق استقرت وسكنت. الإنسان، كل إنسان يحتاج، هذا خلق الله، هكذا خلق الله الإنسان، يحتاج إلى زوج. الزوج في اللغة العربية مو معناته الرجل، لا، ولا معناته المرأة، وإنما معناه القرين. الرجل يقال له زوج للمرأة، المرأة يقال لها زوج للرجل، ويطلق على الاثنين زوجان. هذا الشاب الذي لم يتزوج، هذا يعاني من حاجة ضاغطة. هذه الحاجة أولا حاجة بدنية، الله تعالى خلق الإنسان هكذا، وهذه الحاجة حاجة محترمة. أكو هنالك مذاهب وأديان ينظرون باحتقار إلى هذه الحاجة البدنية، ولكنها في نظر الإسلام حاجة مشروعة ومقدسة، ويمكن أن تعتبر نوع من أنواع العبادة. هذا عجيب، يعني صلاة الليل عبادة، وإرواء هذه الحاجة البدنية بطريقة مشروعة، هذه أيضا عبادة. فإذا أولا توجد هنالك حاجة بدنية، وثانيا توجد هنالك حاجة نفسية. الإنسان يحتاج احتياجا نفسيا، فإذا هذه الحاجة ما أرويت، الإنسان يعيش حالة القلق، مثل واحد ما إلى مأوى، فكرة مضطرب، نفسه غير مستقرة. المشكلة الموجودة مع الأسف أن بعض الآباء ينسون الحالات اللي كانوا يعانونها عندما كانوا شبابا. شباب مو يعني عمره 20 عام أو 30 عام، لا، الشاب عندما يدخل الآن في 14 عام، 15 عام أو قبل ذلك، هذه الحاجة تبدأ عليه بالإلحاح. في يوم من الأيام هذا الأب كان يعاني هذه الحالة، وكان يشعر بالاضطراب لوجود هذه الحالة، وكانت نفسه نفس غير مطمئن، ولكن الآن مثل واحد يعيش على ماء الفرات، على شط الفرات، على نهر الفرات أو دجلة، ما يشعر بالعناء الذي يعانيه الإنسان الذي يعيش في الصحاري المقفرة.
هذه بالنتيجة حاجة، وهذه حاجة ملحة. إذا هذه الحاجة ما أشبعت بطريقة مشروعة، هذا الشاب اللي عمره 14 عام أو 15 عام أو 16 عام أو 18 عام، هذا دائما يعاني حالة قلق واضطراب. هذه الحالة والعياذ بالله أحيانا تجره إلى الانحراف الأخلاقي. وأخطر من الانحراف الأخلاقي، الانحراف الأخلاقي كثيرا ما يكون بوابة إلى الانحراف العقائدي. الأفراد الذين انحرفوا، هؤلاء الكتاب المنحرفون، الأفراد المنحرفين كيف بدأ الانحراف فيهم؟ هذه من خطط الغرب، يبدأ بالانحراف الأخلاقي وينتهي إلى الانحراف العقائدي. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. العاقبة والعياذ بالله ربما تكون التكذيب وضعف القواعد الفكرية في قلوبه. لذلك في الواقع من الضروري التفكير في هذه الجهة، أن هؤلاء الأفراد واحد يحاول أن يخرجهم من هذه الحالة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً، الرجل للمرأة والمرأة للرجل، لتسكنوا إليها حتى تحصل هذه الحالة، حالة السكون وحالة الاطمئنان وحالة الاستقرار. الشباب الذين لم يتزوجوا والفتيات اللواتي لم يتزوجن، كلمة لأحد العلماء في موضع آخر في موضوع آخر، كان يقول يخشى عليهم ويخشى منهم. إلا من شذ، الشاذ اللي جدا إيمانه قوي، اللي جدا يتمكن يتحكم في شهواته، هذا قليل. ولكن الشباب الذين لم تحصل لهم هذه الحاجة يخشى عليهم ويخشى منهم، يعني هذا وجود خطر على المجتمع وخطر على نفسه. وإذا تراجعون الفقه تشوفون أكو هنالك لفتات دقيقة. مثلا من اللفتات، اللفتات متعددة في الفقه. إحنا نظن أن الطفل إذا صار بالغ يجب على المرأة أن تتحجب منه. لا، راجعوا الكتب الفقهية، راجعوا العروة الوثقى في باب أحكام النظر. الطفل إذا صار مميز يعني يفهم، أكو هنالك وقت محدد للتمييز؟ لا، الأفراد يختلفون. ربما الطفل في عمر 4 أعوام يفهم. الرسائل العملية تقول يجب على الأحوط، هذا احتياط وجوبي، على المرأة أن تتحجب من، لأن هذا بدأ عندما بدأ بالتمييز بدأ ضغط هذه الحاجة. هذا بعد نظرة مو نظرة طبيعية. الطفل الذي لا يميز لا يفرق بين الرجل والمرأة، ماكو فرق. ولكن إذا وصل إلى مرحلة التمييز بعد نظرة مو طبيعية. وربما في بعض الأفراد تبدأ هذه الحالة من عمر 4 أعوام. أكو أفراد على كل حال
يبدأ فيهم هذا الشعور من هذا العمر. فكيف إذا صار عمره 10 أعوام؟ فكيف إذا صار عمره 12 عام بعد مو بالغ؟ الرواية تقول، هذه لفتة ثانية، أنه يجب على المرأة أن تتحجب على الأحوط الوجوبي إذا الطفل أصبح مميز. اللفتة الثانية، إذا أكو بنت أجنبية، يعني مو بنت مثلا أو أخته أو عمته أو خالته، لا أجنبية، بتعمه مثلا، بتخاله، هل يحق للرجل أن يقبلها أو يضعها في حجره؟ الجواب، إذا أتى عليها 6 سنوات يحرم، راجع العروة وراجع الحواشي، يحرم عليه أن يقبلها ويحرم عليه أن يضعها في حجره. هاي عمرها 6 أعوام، فلتقل. ولكن هذا العمل يوجب تحريك المشاعر، مو فقط تحريك المشاعر لدى هذا الرجل، لا، حتى لدى هذه الطفلة. ولذلك الشارع يقول حرام هذا العمل. طفلة عمرها 6 أعوام، هذه المشاعر بدأت فيها بالاستيقاظ. الأب يشوف أنه ابنه عادي يجي يتغدى على المائدة ويروح، هذا في داخله بركان أكو، هذا في داخله اضطراب، هذا مثل إنسان جائع ما يدري شنو يسوي. إذا مؤمن يجب أن يضغط على نفسه، وإذا مو مؤمن يروح بعيدا عن أعين أبيه وأمه وإخوانه ويدخل في خطوط الانحراف، اللي الآن خطوط الانحراف أصبحت جدا خطيرة. هذه لفتات، هذا إنذار خطر، هذا عندما شوية كبر هذه المشاعر بدأت فيه بالتيقظ، هذا يحتاج إلى علاج. ولذلك في الحديث اللي احنا ما نعمل به أبدا، من سعادة المرء، يعني خلافه هذا من الشقاء، أن لا تطمث ابنته في بيته. الطمث عادة ربما يكون في عمر 14 عام، في عمر 13 عام، يعني قبل هذا يخرجها من البيت إلى بيت زوجها. الآن إذا هذا مو ممكن، مو مقدور، لكن مو هذا التأخير إلى 30 و25 و28. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذا هو المقطع الأول من هذه الآية الكريمة. المقطع الثاني، وجعل بينكم، الخطاب بكم لمن؟ إما للأفراد الذين يعيشون في إطار الحياة الزوجية، وإما لعموم الأفراد الذين يعيشون في إطار المجتمع البشري ككل. أكو بحث بين العلماء أنكم إشارة إلى ماذا؟ وجعل بينكم، هذا خطاب للذين يعيشون في إطار الحياة الزوجية، أو خطاب للذين يعيشون في المجتمع البشري ككل. على كل حال، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا المقطع يبين ركيزتين تبنى عليهما الحياة العائلية.
الركيزة الأولى المودة، الركيزة الثانية الرحمة. الرحمة تختلف عن المودة، المودة انشداد قلبي، الرحمة انفعال وجداني عندما واحد يشوف حاجة محتاج، هذا الانفعال القلبي يقال له رحمة. الانشداد العاطفي يقال له مودة. هذه من آيات الله، أن الله جعل هذه العلاقة بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة. امرأة أجنبية لا يعرفها من قبل، لم يرها من قبل، لا تقرب إليه بقرابة، وإذا به يتزوجها، وإذا به يحب هذه الزوجة حبا لا يستطيع أن يعيش بدونها، وحبا لا تستطيع أن تعيش بدونه. هذا الحب آية من آيات الله سبحانه وتعالى. هذه الرواية مروية في نور الثقلين، أن النبي صلى الله عليه وآله رجع من معركة فرأى امرأة، في رواية ثانية أكو مو في هذه الرواية، الرواية الثانية مذكورة في الكافي، أن النساء في بعض الغزوات كانوا يأتون حتى يشوفون ما هي الأخبار، وكانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويسألونه عن ذويهن. هاي في رواية ثانية موجودة في الكافي، لكن في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله عندما رجع، الرواية مروية عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه، عندما رجع جاءت إليه امرأة فقال لها، الظاهر أنها من أقرباء النبي صلى الله عليه وآله، كانت يمكن بتعمة كانت، فقال لها قتل خالك في المعركة، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، أحتسبه عند الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله قتل أخوك في المعركة، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، أحتسبه عند الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله قتل زوجك في المعركة، فوضعت يدها على رأسها وصرخت. هذه المرأة اللي ما صرخت لقتل، لشهادة زوجها، لأبيها، لخالها، ولا لأخيها، لا لخالها ولا لأخيها، ولكنها صرخت لشهادة زوجها. وفي رواية ثانية المذكورة في الكافي أبوها وأخوها، امرأة ثانية وزوجها، في تلك الرواية الثانية فصاحت المرأة وويلاه عندما سمعت أن زوجها قتل، لأن المرأة إذا زوجها ذهب، المرأة إذا زوجها مات أو قتل، هذه تتحطم تنكسر،
الرجل لاحظوا الشيبة اللي ماتت زوجاتهم يتحطمون، يتحطم يعني ينهار جسديا وينهار نفسيا، لأن هذا الركن الذي كان يعتمد عليه انهار. الرجل كالخيمة التي تظل المرأة، المرأة هي الركن التي يعتمد عليها الرجل. إذا هذا الركن راح الإنسان ينهار. لاحظوا هذا المطلب في كبار العمر وفي كبار السن. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن المرأة لا يعدل بزوجها أحد، يعني حتى أبوه، حتى أمها، حتى أخوها. الله تعالى جعل هذا الانشداد بين الرجل، يعني بين الزوج وزوجته، وجعل بينكم مودة ورحمة. هنا لا بأس أن نشير إلى هذه الملاحظة. هذا الجعل وجعل بينكم مودة ورحمة، وإن كان الظاهر أنه جعل تكويني، ولكن هذه الحالة، حالة المودة وحالة الرحمة، ينميها ويحفظها الإيمان ويضعفها ويقضي عليها البعد عن الإيمان. كلما الرجل والمرأة يكون إيمانهم أكثر، الأخلاق من فروع الإيمان، كلما المؤمن إيمانه يكون أقوى أخلاقه تكون أفضل. الإيمان ينمي هذه الحالة ويحفظ هذه الحالة، عدم الإيمان يضعف هذه الحالة ويقضي على هذه الحالة. إحنا الآن نشوف وضع الحضارة المادية من بعيد. الحضارة المادية فيها جانبان، إحنا من بعيد نشوف فتشي يبهرنا هذا الشيء، نقول هذه الكلمة للمنبهرين بتلك الأجواء. من ناحية العلم هم في القمة، لا إشكال في ذلك، لا يشك في ذلك. التطور العلمي الذي عندهم تطور عجيب، في العلم هم في القمة، ولكن في القيم الأخلاقية الذين ذهبوا إلى تلك المجتمعات مو شهر شهرياً يشوفون الظواهر، الذين عاشوا في تلك المجتمعات نظروا ببصائرهم بعيون البصيرة في تلك المجتمعات في الحضيض من ناحية الأخلاق والقيم الأخلاقية والعلاقات الإنسانية، حقيقة يعيشون في جحيم. هذا التقرير هم ذكروه، لاحظوا هذه الحالة اللي يعيشون فيها في هذه الدولة اللي الآن تحكم العالم، القوة العظمى الوحيدة في العالم، قمة التطور العلمي، الأفراد اللي يركون هناك يعودون مذهولين من حجم التطور. ولكن شوية دققوا شوفوا أي حالة يعيشوها من ناحية الأخلاق، من ناحية القيم،
وهذا يأثر علينا، كلما اقتربنا إليهم هذه الحالة توجد فينا أكثر، وكلما اقتربنا إلى الإيمان، إلى الأخلاق، إلى الفضيلة، نشوف أنه حالة وجعل بينكم مودة ورحمة تكون أكثر. في دراسة هم نشروها ونشرت، يقول إن 79 من الرجال، يعني كم مليون رجل، إذا نفرض في تلك الدولة أكو 100 مليون رجل، يعني 79 مليون رجل، لاحظوا الرقم، يقومون بضرب النساء. المرأة أخذت حريتها، إجت صارت وزيرة خارجية أو رئيسة جمهورية، ولكن ماذا يجري في البيوت؟ شنو هذه الحالة اللي تعيش فيها هذه المرأة؟ 79% من الرجال يضربون النساء، وبخاصة المتزوجون. الأب يضرب بناته، الأخ يضرب أخواته، الرجل يضرب زوجته. في تقرير آخر، أن 17% من النساء اللواتي يدخلن غرف الإسعاف، يعني تجي إيدها مكسورة، رجلها مكسورة، أكو جرح في بطنها، تدخل غرفة الإسعاف، 17% من ضحايا ضرب الأزواج والأصدقاء. أبوها ضاربها، أخوها ضاربها، زوجها ضاربها، جايبيها في غرفة الإسعاف. في ألمانيا تقريرهم يقول 100,000 امرأة تتعرض سنويا لأعمال العنف. من قبل من؟ التي يمارسها الأزواج والرجال الذين يعاشرونهن. 100,000 في كل عام، يعني كل يوم شقد؟ يعني كل يوم حوالي 280 امرأة تتعرض للضرب في ألمانيا. 280، يعني من الآن إلى بكرة مثل هذا الوقت 280 تتعرض للضرب، مع احتمال أن يكون الرقم الحقيقي يزيد على المليون. تقرير يقول 100,000 مثبت في المخفر، ولكن الرقم الحقيقي قد يكون أكثر من المليون، على اعتبار أن كثيرات منهن يتحاشين إبلاغ السلطات خوفاً من الإرهاب والانتقام. أحد الإخوة المؤمنين نقل لي هذه القضية، يقول القضايا في هذا المجال كثيرة، التفكك الموجود بين الآباء والأبناء، ليش نقول للإخوة ننقل لهم ما قاله الأئمة، خلوا مجالس في بيوتكم حتى هذا الابن ينشأ في هذا الجو، في جو القراية، في جو المجلس، مو في جو الراديو والتلفزيون وهذه القنوات اللي تفسده حتى على أبي. هو بكرة هذا الابن يطرد أبوه من البيت، هو هذا الابن، هو هذا الابن. حدث في إحدى البلاد الإسلامية، ملثمون هاجموا رجل بالرشاش، أرادوا أن يستولوا على أمواله، قال ما يخالف الأموال في تلك الغرفة، أنا أروح آتي بهذه الأموال. طلع وعاد من النافذة، هم ينظرون إلى الباب، ورشهم بالرشاش،
هذا المهاجم رش المهاجمين بالرشاش، ثم فتح اللثام عنهم. منو تتوقعون ذولا كانوا؟ واحد منهم كان ابنه، هذا الابن اللي يعيش في جو الراديو والتلفزيون، ابوه يتركه هالشكل يصير، بكره يقتل ابوه، بكره يطرد ابوه من بيته، بكره يخون ابوه. هذا طبيعي عندما واحد ما عنده ايمان، هذا يتحول الى وحش. ولماذا لا يتحول الى وحش؟ والظلم من شيم النفوس. الانسان في داخله اكو وحش يريد ان يفعل كل جريمه. شنو اللي يحول دون ذلك؟ هي هاي القرايات في بيوتكم، هي هاي الاجواء الروحانيه، هي هذه المساجد والحسينيات. واحد لا يغفل عن ابنائه وعن بناته. احد الاخوه المؤمنين يقول: كنت في احدى البلاد التي ننبهر بها، ونذكر اسمها لا بأس بذلك حتى يتبين مكان القصة. في عاصمة البلد الذي يقال إن الشمس ما كانت تغرب عنه، في عاصمة ذلك البلد، هذه القضية قبل حوالي 3 أعوام، هذا الرجل شاب متدين يقول: أنا كل ليلة كنت أطلع حوالي ساعة واحدة بالضبط من البيت، وأتمشى عند البيت، حديقة كان، شارع، أتمشى ساعة واحدة بالليل وأقرأ زيارة عاشوراء ساعة واحدة ليلا في بلاد الكفر. واي إلقي مع 100 لعن ومئة سلام، 100 واحدا واحدا إلى 100 كل ليلة. هذا كان برنامج الصبح. ما كنت أطلع لأنه أكو مناظر ما كنت أحب أن يقع نظري عليها. يقول: في ليلة من الليالي كنت أتمشى في الساعة 1 تقريبا ليلا، رأيت امرأة عجوز طاعنة في العمر. ويقول: كانت تلك الليلة ليلة باردة وشاتية، والبرد هنالك كما يقولون يدخل في العظم. شفت عجوز قاعدة على كرسي في الطريق أو في حديقة، ومنحنية على نفسها، منكفئة على نفسها في هذا البرد الشديد، وأكو أمامها شوية أشياء أمامها هالشكل. أنا رحت مشيت وإجيت، شفتها بعدها قايمة قاعدة في مكانها في هذه الحالة، حالة الانقباض والانكماش. يقول: كم مرة رحت وإجيت شفتها بعدها قاعدة. يقول: العجوز كانت في حوالي 90 من العمر تقريبا، هكذا كان يبدو عليها. يقول: إجيت قلبي رق لهذه المرأة، قلت: أنه تردين شيء؟ قالت: لا. يقول: قلت لها: أنا ما عندي شغل، إذا تردين شيء قولي لي، ما عندي مانع. قالت: لا. يقول: قلت لها أنه أنت ليش قاعدة هنا في هذا البرد في هذا الليل ساعة واحدة كذا؟ قالت: في الواقع أن ابني طردني من المنزل نصف الليل، طردها ابنها الذي تعبت عليه 9 أشهر، طردها في هذا الليل في هذا البرد. وهي أخذت أثاثها، شوية أثاث متواضع عندها، المهم وياها طلعت وقعدة هنا متري ماذا تفعل. هذا الابن مو ابن تلك المرأة، هذا ابني وابنك.
في المستقبل إذا ما ربينا ابننا وبنتنا يسوي هذا الشيء، يطردنا من البيت. هسه ما يطردنا، عندما الأب صار عجوز صار كبير يخليه في دار العجزة يتركه. فقلت لها: وهل تعرفين أحدا في هذا البلد؟ قالت: لا، أنا ما عندي أي واحد في هذا البلد. هاي نعمة إحنا نعيش فيها، العلاقات، الصداقات، الحميمة. واحد عندما يوقع في حاجة عنده إخوة يلجأ إليهم، هناك لمن يلجأ؟ يخلوا في دار العجز، هذا هو. والذين ذهبوا إلى دار العجز في تلك البلاد حقيقة يقولون مبكي وضع هؤلاء، يعني واحد يبكي عندما يشوف وضعهم، يبكي. 30 عام ما جاي لواحد، 30 عام. هذا الأب اللي الآن وصل إلى هذا العمر، أو هاي الأم اللي وصلت إلى هذه العمر، تحتاج إلى حنان. الأبناء ما يفهمون هذا الشيء، الآباء، الأب يحتاج إلى حنان. ما أريد أشبه، شلون الطفل يحتاج إلى حنان؟ طفل لازم تلعبه، لازم تحتضنه، لازم تقبله. الأب والأم إذا شوية طعنا في العمر يحتاجون إلى حنان من أولادهم، يحتاجون إلى تقدير، يحتاجون إلى عناية. بعد واحد في حالة ضعف، في حالة انحطاط، هاي أي مرارة يعيش فيها عندما يشعر أنه واحد ما يعتني فيه. قالت: أنا ما عندي واحد إلا أكو فالصديق عندي في آخر البلد. قلت: خو الآن شنو تردين؟ قالت: الآن أخذ لي التاكسي، هذا هو. يقول: أنا وقفت على الشارع حوالي ربع ساعة إلى أن أجى تاكسي وأخذته. أجيت أخذت أثاثها وخليتها بالسيارة بالتاكسي، وبعدين طلعت من جيبي فلوس حتى أعطي للسائق، فجاءت بسرعة ومنعتني. قالت: لا، طلعت جزدان مليء بالنقود. قالت: لا، ما أحتاج. وركبت التاكسي وراحت. الوضع المادي يجعل الإنسان هكذا، في ساعة واحدة بالليل في الشتاء القارس يطرد أمه من البيت. أنقل لكم قضية مقابلة، لا بأس بذلك. هذه دروس للأبناء وللأزواج وللزوجات. أكو رجل، هذا مؤلف موسوعة ضخمة ما أذكره، وأظن أنه الآن متوفى، كاتب موسوعة ضخمة وحقيقة عمل عجيب، مو عمل فرد واحد، عمل لجنة، ولكن هذا الفرد بوحده كتب هذه الموسوعة. وأنا شفت قبل كم يوم موسوعته، حقيقة موسوعة عجيبة ومفيدة. كانت له أم هذا الرجل، أم سيئة الأخلاق، عجوزة طاعنة في العمر. الكبار أحيانا يصير فيهم حالة حدة وشدة ونزق وخرق. أمه طاعنة في العمر وسيئة الأخلاق وحادة وشديدة، وهذا الرجل قائم على خدمتها. هذا أثر الإيمان. كل حاجاتها يطبخ لها، هو يجيب لها ماء الوضوء يوضئها، ينفذ احتياجاتها. والمرأة مقعدة أيضا، مرأة مقعدة، خدمتها عمل شاق. بلغ 40، فكر يتزوج ما يتزوج، شلون يجمع بين زوجته وبين مثل هذه الأم؟ قال: لا، ما أتزوج، أمي أهم من زوجتي، ما أتزوج، لأن ما يمكن أن أعيش في هذا البيت مع هذه الأم والزوجة. فما تزوج حتى تجاوز 40. يقول: أنا هذا الرجل كلما كنت أتحمل أمي كنت أشعر بلوامع، بإشراقات،
بومضات من عالم الغيب على قلبي. تضحية هذا، هذا النوع من أنواع التضحية. أشعر أن قلبي يتنور، فد خاله واحد عنده في آخر البلد لا تفيد ولا تضر، واحد قربة إلى الله يروح يقعد عندها يقولها شنو عند الشغل، يضحكها يخدمها يكنس بيتها بيده. سووا هذا العمل حتى واحد يشعر بهذا النور في قلبه، يقول أشعر بهذه الومضات من عالم الغيب على قلب. يقول في ليلة من الليالي الباردة كنت نايم أنام في غرفتها قريب منها ومخلي جرة، هاي القضية يمكن مال قبل 40 سنة 50 سنة، مخلي جرة حتى بمجرد إذا قامت في وسط الليل وطلبت الماء بسرعة أعطيها ماء. يقول قامت وطلبت الماء، يقول أنا بسرعة قمت وأخذت ماء الجرة وخليته في إناء وأطيتها، يمكن مثلا القضية طالت نصف دقيقة ربع دقيقة، لكن واحد إذا صار كبير بعد ما عنده أعصاب ما عنده تحمل يصير عجول كثير، يعني مو كلهم فلازم واحد يتحملهم. يقول هي غضبت وسبتني سبا مقذعا وأخذت الماء وتشبت على رأسي. تصوروا نفسكم في هذه الحالة. يقول أنا فورا أخذت الإناء أو إناء الثاني، رحت ملأته ماء وقلت له يا أمه أنا أعتذر منك على التأخر، خذي هذا الماء. يقول في تلك اللحظة ذلك الوميض الذي كنت أشعر به تحول إلى نور يغمر قلبي. إذا كان وميض الآن تحول إلى نور كالشمس الضاحية، وشعرت أني انتقلت إلى عالم معنوي آخر، عالم آخر، والله تعالى أعطاني ما كنت أريده، وهذه الموسوعة التي ألفتها من آثار تلك المدارات لأمي. ولننقل هذه القضية التي نقلها أحد الأساتذة. يقول من 16 عام أكو عالم محقق في طهران، من 16 عام عندما كان يتكلم، الآن ما أدري يمكن 18 عام صاير، هو عندما كان ينقل يقول من 16 عام أكو عالم محقق مؤلف كثير العمل كثير الاشتغالات في طهران، زوجته ابتليت بداء في كليتها بعد ما تتمكن تخدم في البيت، هم ماذا نعمل؟ أخذها وديها إلى الملجأ إلى مأوى المعوقين والعاجزين هالشكل. يقول هذا الرجل من 16 عام إلى هذا اليوم يقوم بكل شؤون البيت، هذه حالات إيمانية، كل شؤون البيت، يطبخ في البيت، يغسل الصحون في البيت، يقوم بشؤون أولاده في البيت كلها، خادما ما عنده خداما ما عنده. يقول أحيانا يقولوا له أنه أنت مو هذا وضع تعيش، فيقول هذه المرأة إلى 16 عام قبل ضحت لله من أجلي، الآن هل من الإنصاف بعد أن أصيبت بهذه الحالة أن أتركها وأتخلى عنها؟ هذا مو من الإنصاف. وجعل بينكم مودة ورحمة. نقرأ هذه الرواية ونختم بها الموضوع. راجع العروة الوثقى في كتاب النكاح يقول بل يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حب النساء، الإنسان يحب زوجته
هذه عبادة محبوبة عند الله. فعن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه من أخلاق الأنبياء حب النساء. وفي خبر آخر عنه: ما أظن رجلا يزداد في هذا الأمر خيرا إلا ازداد حبا للنساء. وينبغي إظهار ذلك أيضا، يعني الرجل ينبغي، يستحب طبقا لفتوى بعض العلماء، أن يظهر حبه لزوجته، والمرأة تظهر حبها لزوجها. وأكو هنالك رواية أيضا في ذلك: وجعل بينكم مودة ورحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي.